معانا برضو الكابتن اسامه زكي المدير الفني لمواليد 2007 اللي بنبارك له السنه فاتت على بطوله الجمهوريه، متواجد النهارده في الاختبارات من الساعه 6 صباحا. اهلا وسهلا بك حضرتك كابتن، واهلا وسهلا بالقناه، وبنتشرف بوجودك معانا في الاختبارات اليوم الثاني ان شاء الله. في البدايه بنبارك لك على البطوله السنه دي اللي خلصت، بطوله 2007 كانت بطوله جمهوريه، بطوله قويه. طبعا الحمد لله رب العالمين، للسنه الثانيه على التوالي ربنا بيكرمنا بنفس الفرقه 2007 الحمد لله. وشك حلو علينا كابتن. معاكم السنه دي الكابتن بدر رجب، اضافه كبيره لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وشايفين السنه دي يعني تنظيم رائع واستقبال كبير جدا من المدربين علشان الاختبارات اللي فيها اعداد كبير. طبعا الكابتن بدر قيمه كبيره واضافه كبيره لمصر مش للنادي الاهلي بس، ويمكن انا قريت بوست كده حد من الصحفيين كاتبه على الكابتن بدر ان هي هتبقى صفقه القرن. صفقه القرن بالنسبه لمصر وبالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه للناشئين، هيستفيدوا منه والمدربين كمان هيستفيدوا منه بشكل كبير. يعني ابرز التعليمات او الحاجات اللي الكابتن بدر دايما بيقولها للمدربين علشان يركزوا عليها في الاختبارات. والله اهم حاجه الكابتن بدر بيركز عليها المهارات الاساسيه والفرديه عند لعيب الكوره، وفي السن الصغير طبعا 18 و17 و16 بيركز على السنس بول الاول، وبعد كده بنخش في شويه مهارات فرديه كل لعيب بكوره، وبعد كده بنعمل تقسيم. متواجدين هنا من الساعه كام والاختبارات بدات الساعه كام؟ احنا بادئين من الساعه 6 صباحا، لكن الاختبارات بتبدا 7. امبارح خلصنا الساعه تقريبا 1، والنهارده مستمرين اهو، ربنا يسهل ان شاء الله. توفيق ان شاء الله يا كابتن، نسيبك عشان اللجنه بتاعتك وتابع كل اللعيبه. حبيبي يا كابتن، ربنا يخليك.